مشاهدي أنفاس تي في، نستضيف اليوم أحد الباحثين البارزين في المغرب المهتمين بالظاهرة الحضارية، ألا وهو الأستاذ عبد الرحمن رشيق، على هامش صدور كتاب يعني أغنى الخزانة المغربية في هذا المجال، وهو كتاب يعني لا سوسيولوجي اوربان دي مغرب، المدينة الفرد والتمييز الاجتماعي. وهذا الكتاب ليس هو الأول للأستاذ رشيق، بل سبق للأستاذ عبد الرحمن أن ألف مجموعة من الكتب التي ترصد الظاهرة الحضارية، يعني حسبنا أن نذكر منها المدينة والسلطة بالمغرب الذي صدر في 1995، ثم كتاب آخر الدار البيضاء التعمير الاستعجالي الذي صدر في 2002، ثم كتاب آخر السياسات الحضارية والمجالات الضحاوي والبيضاء الذي صدر على ما أظن في 2006. فضلا عن ذلك يعني للأستاذ عبد الرحمن رشيق مجموعة من الكتابات والدراسات المنشورة في مجلات مغربية ومجلات أجنبية، أضيف إلى ذلك أن صفته كخبير في الظاهرة الحضارية أنجز العديد من التقارير لفائدة مؤسسات عمومية تخص يعني هاد المجالات ديال السياسة العمرانية والحركات الاجتماعية. سي عبد الرحمن رشيق، أولا كنشكرك اللي لبيتي الدعوة. السؤال الأول، يعني هاد الكتاب يعني ما هي القيمة المضافة في نظرك، وعلاش خرج دابا الآن، واش هي القيمة المضافة التي سيضيفها الظاهرة الحضارية في المغرب؟ شكرا أولا سي عبد الرحيم على الدعوة. هذا الكتاب كينطلق من الملاحظة الأولى، هي أن كاين هناك اهتمام بالمجال الحضاري أو بالمدينة على مستوى الكليات، على مستوى علم الاجتماع وكذلك الجغرافية العمرانية. وبالمقابل كاين نقص كبير فيما يخص الإنتاج الفكري حول المدينة بصفة عامة وبصفة خاصة حول المدينة في المغرب الكبير. دونك انطلاقا من هذه الملاحظة، حسن رشيق اللي هو الذي يدير هذه السلسلة قد خرج له كتاب حول الأنثروبولوجيا القروية، وقلنا نديروا نفس السلسلة، نديروا نفس الموضوع تقريبا على علم الاجتماع الحضاري، ولكن هو كان كيلح بان ما يكونش فقط على المغرب وانما نمشيو للمغارب. وهنا كنتكلم بالخصوص، ملي كنقولوا المغارب بالخصوص المغرب الجزائر وتونس، لان ليبيا ما كنعرفهاش بزاف، ولكن الجزائر وتونس كنعرفهم منذ ان 30 سنه وانا كنمشي لها، قريت كل ما تقريبا كل ما كتب ولا انتج حول المدن الجزائريه، المدن التونسيه وكذلك المدن المغربيه، ولكن عامه درت واحد التقرير حول الانتاج الفكري في حول المدن المغربيه. والنتيجة هي أن هناك إنتاج لضعيف وضعيف جدا، وهذا كيخلينا نحاولوا نهتموا بهذا المجال، لأن ملي كنشوفوا الأسماء اللي كتكتب الآن حول المدينة في المغاربية أو المغربية، وإلا تكلمنا على المغرب بالخصوص، قد نقول لك بأن العدد ضعيف وضعيف جدا، ولكن كاين هناك اهتمام، كاين هناك دي ديبارتمون دو سوسيولوجي و جيوغرافي اللي غاديين كيكثروا في كل ورفات السياق اللي تسمح لي كليات في الاستاذ. يعني كنلقاو بانه يعني الظاهره الحضاريه يعني ان 90 او 85% من الانتاجات الخاصه بالظاهره الحضاريه كلها كتبت من طرف اجانب درسوا يعني هذه الظاهره الحضاريه، في حين المغاربه بحال يعني يحجمون على طرح يعني السؤال. علاش؟ تقرير كيقول المغرب يتوفر على تقريبا واحد 53 مؤسسه جامعيه من مختلف التخصصات، ولكن فيما يخص الانتاج حول المدينه فهو انتاج عدديا ضعيف وضعيف جدا، لان عملت في هذا التقرير حصيت كل ما انتج من مقالات من كتب من اطروحات، وعلى كاع المستويات، ماشي فقط في علم الاجتماع، علم الاجتماع الجغرافيا في التاريخ العلوم السياسيه الى غير ذلك، كيبقى ضعيف وضعيف جدا. وهذا الضعف ماشي غير فقط في المغرب، كنا نلاحظه كذلك في الدول الاوروبيه، الا خدينا اسبانيا ولا اوروبيا، ما كاين انتاج لفكري، كاين كتب حول المدينه ولكن ماشي كتب الا بغيتي اكاديميه، اللي كاين هناك اشكاليه، كاين هنا مقاربه اللي كترجع للمراجع تاع الاجتماع الى غير ذلك. فالاجانب كاينين، ولكن اللي لاحظت كذلك في التقرير، ولو انه التقرير صدر سنه 2004 2005، هو ان جل الكتب
اللي حول المدينة جلهم كانوا أطروحات وجلهم كانوا نوقشوا إذا بغيتي في فرنسا. فإن هادوك الناس داروا سواء في علم الاجتماع سواء في علم الجغرافيا الحضارية هما اللي دخلوا وكتبوا هنا اللي بداوا كينشروا حول المدينة. نعم. ولكن هنا إلا سمحتي لي يعني سأنطلق من هذا العنوان الوارد في الكتاب ديالك ديال سوسيولوجي اوربان دي مغرب فيل انديفيدي اي سيغريغاسيون سوسيال، يعني هذا التمييز او هذا السيغريغاسيون هذا التمييز الاجتماعي تقريبا هذه 30 سنة او ما يزيد ونحن اسرى هذا يعني هذا الموضوع ديال المدينة منتجة للتمييز الاجتماعي. هل يمكن القول بان المغرب فشل في ان تكون المدينة دامجة ومدمجة لسكانها؟ وعلاش؟ هاد التمييز أكثرية المنشورة تاعي كيتكلموا على هذا الجانب تاع التمييز، وهاد التمييز كان ملي بدات مدينة الدار. نعم. من 1907 كانت مدينة كتسمى المدينة القديمة، ومن بعد التمييز عطانا مدينة بجانبها اللي كتسمى المدينة الأوروبية أو المدينة الجديدة اللي كانوا يقطنوها فقط الأوروبيون. ومن بعد من الزرقتوني الفوق القصر الملكي هناك كاينين المغاربه، والمغاربه عاد ثاني كاين تمييز اخر اللي مجالي واجتماعي. مثلا الحبوس كان مخصوص للطبقه تاع الاعيان، ومن بعد كاين درب اليهودي درب هذا درب الصبليون، وانت غادي في التمييز المجالي من بعد كيعطيونا سميتو الاحياء الصفيح الصفيحيه والنويل والنويل الى غير ذلك. هناك تمييز مجالي وكذلك تمييز، وهذا اللي مهم هي ان هذا البنيه اللي دارت البنيه العمرانيه تاع مدينه الدار البيضاء اللي دارت في 1917 من طرف اونغي بروست، من 1917 ملي دار هذه البنيه تي المدينه الاوروبيه والمدينه الجديده اللي هي درب السلطان، وفي الشرق كاين الصناعه الحي الصناعي. نعم. ديال عيد السبع البرنوصي. وكاين الفيلات في الغرب الى غير هذا التوزيع الوظيفي. التوزيع الوظيفي للمجال اللي داروا التصميم تاع 1917 اكثر من قرن من بعد كنلقاو نفس البنيه، انما البنيه تاع الدار البيضاء ما تبدلاتش منذ سنه 1917. وهذا كيكرس المساله اللي هضرتي عليها، هي مساله تاع التمييز المجالي، لانما اللي في الشرق كما قلنا راه خاص بالكريانات والنشاط الاقتصادي وبعض الفيلات الصغيره للمهندسين لي كونتر ماتر لي زانجينيور، في الغرب كما قلنا الفيلات، وكيبقى جنوب الدار البيضاء مخصص للسكن. ولكن انا مثلا نقول في الفتره الاستعماريه يعني قد نفهم بان يعني الاداره الاستعماريه ليست لها يعني الكبده على المغاربه، وبالتالي ليس من مصلحتها او من اولوياتها ان تهتم الى انصاف مجالي وبالتالي ادماج السكان المغاربه في المدينه. لكن من الاستقلال يعني هنا السؤال يطرح، علاش المغرب فشل منذ الاستقلال الى الان في ان تكون المدينه ديال الدار البيضاء ولا غيرها مدينه تدمج سكانها ويتمثلونها ويحسون بانها ديالهم هذيك المدينه، في حين ان الناس بحال كيحسوا بانهم تنفرهم المدينه وهم ينفرون منها ايضا. هذا راجع للسبب اللي كان ضد السبب الرئيسي، هي ان المدينه لم تكن رهانا سياسيا الا سنه 1981. فالمدينه علاش 81 بالذات؟ 81 لانه في جوان 81 كتعرف كانت هناك انتفاضات اللي ماتوا فيها الناس بزاف، واللي خلات لاول مره المسؤولين يشعروا بان ما راه كاين ازمه، كاين مشكل اللي كيتسمى المدينه. وقبل 1981 ما كانش هناك لا تصاميم، كانوا تصاميم ولكن ما كانوش عندها صبغه قانونيه، ما كانتش حتى 1981 يلا غادي يدار ديك الساعه اول تصميم للتصميم المديري للتهيئه تاع بانسو اللي دار في 1981 84، ولاول مره كنقولوا راه كاين مشكل بالنسبه للمدينه. ومن 81 حتى التسعينات ولا ما بقاش ذاك المشكل اللي شفنا في التصميم تاع الثمانينات، انما هذاك الهاجس الامني كثير اللي كان طبع هاد التصاميم في التصميم الحالي، التصميم المديري الحالي، ولات هناك نظره اخرى
اولا المغاربه اللي داروا التصميم عكس نعم. التصميم تاع 81 اللي دار من طرف فريق اللي فرنسي اون ايكيب سميتو باريزيان، وهذا اعطانا سياسه اخرى، اعطانا نظره اخرى على المدينه ككل واللي كتميز بالاقطاب. نعم. قطب مثلا نواصار، قطب مديونه، قطب رحبه، الهراويين الى غير ذلك. واللي مهمه هي نتبعوا واحد المساله اللي كانت من منذ السبعينات في المغرب، كانت على مستوى الخطاب، هي محاوله اعداد مدن متوسطه. مدن اللي كتسمى لي فيل ساتيليت، مدن متوسطه اللي كتكون تابعه للدار البيضاء ولكن كتلقى واحد 40 كيلومتر 30 كيلومتر كنواصل مثلا كالخياطه الى غير ذلك، كتلقى 40 كيلومتر. ولكن هذه السياسه كذلك تاع المدن الجديده لفك الخنق على المدينه تاع الدار البيضاء حتى هي فشلات، لان لجوج الاسباب كنظن اللي مهمين، هي ان ما وفرت الشروط العيش بالنسبه للناس، ان الناس ملي كدير مدينه اول حاجه كتفكر فيها هي المدرسه والمستشفى، ما كانش النقل اللي ضعيف واللي كنلاحظوا على مستوى كاع المدن الجديده اللي دارت في المغرب، لا تمسنا لا المنصوريه لا الى غير ذلك. تمنصور عفوا. دونك كان مشكل النقل اللي كبير، والمشكل الثالث هو مشكل العمل، بانما الناس اللي كتولي هذيك المدينه كتولي سيتي دورتوار، كتمشيو لها الناس غير ينعسوا فقط. واذا هنا اذا هنا اللي سمحت لي يا استاذ، يعني انه في هذا الاستعمار يعني المجال الحضري تميز بواحد لا سيغريغاسيون باش نستعمل المصطلح ديالك، تجلى بالدرجه الاولى في الكريانات وفي النويل. الان واش ممكن نقولوا بانه في عهد الاستقلال وفي عام 2021 ان هذه لا سيغريغاسيون تتجلى في هذه الاقطاب الحضريه؟ غير الفرق ما بين انه في الاستعمار كان كاريان والان عندنا مدن معزوله ديغاسيني في ضواحي مدينه الدار البيضاء، واقصد الرحمه، اقصد الهراويين، اقصد لافين نوفيل زناتا، اقصد تتمليل الى اخره. انا قلت لك بان ما حد كاين هذه الهيمنه تاع هذه البنيه العمرانيه اللي ما عطاتناش، حقاش مدينه اللي كتقول مدينه اولا خص تكون مهيكله بواحد مركز المدينه. لازم يكون عندك ان سونتر فيل. مدينه الدار البيضاء اللي فيها 4 ملايين نسمه عندها مركز واحد، وهذاك المركز واحد اللي مديور في التخطيط الماكسيموم 500 الف فرد ماشي 4 ملايين، كيبقى الضغط على سونتر فيل. ومن بعد كتلقى غير المساكن، كاين دي لوجمون الافين المساكن المتتاليه ديال المساكن، لوجمون ايكونوميك، لوجمون سوسيال، لوجمون ايكونوميك اللي كتشكل لحد الان الاغلبيه تاع الاشكال العمرانيه تاع مدينه الدار البيضاء. بين تقريبا كاين ما يسمى ب لوجمون مودرن ماروكا، السكن المغربي المعاصر اللي فيه طبقتين واكثر الى ثلاث طبقات، هما اللي كيشكلوا اغلبيه، وهما اللي كاينين حزام تاع مدينه الدار البيضاء. كانت كنظن كاين اكثر من 40% و 40% اخرى اللي باقى فيها الشقق، وهذا عاوتاني ظاهره اخرى. علاش يعني هاد يعني نقولوا مثلا ان المسؤولين ديالنا سواء الذين يخططون للمدينه على المستوى الحكومي او على المستوى المحلي لم يستوعبوا يستفيدوا من الدروس اللي دازت في دول اخرى في اوروبا في امريكا ويكررون نفس التجارب الفاشله؟ علاش؟ اولا خصنا نعرفوا بان الحاجيات كثيره وكثيره بزاف، وهذه الحاجيات تراكمت منذ 1956 الى حد الان. مهما ما عطيتيش ما كانش المدينه عندها اهميه بالنسبه للسياسات العموميه حتى لهذه 20 سنه، فهذوك الحاجيات كلهم ما يمكنش تلبيهم في ظرف 10 سنين ولا 15 عام. مثلا انا كنقول ديما بان الدوله الان العمل تاعها هي مواكبه المشاكل وليس حل المشاكل، لان المدينه سيبي لوربانيزاسيون ما كتحكمش في هاد المسلسل العمراني. دونك من هنا جات مثلا كانت عندنا في سياسه مدن بدون صفيح، كانت عندنا على مستوى المغرب واحد 300 ألف أسرة، 300 ألف أسرة في المغرب كله،
دارت سياسه اللي كبيره واللي مشاو فيها الفلوس فيها الملايير تاع الفلوس اللي مشات من 2004 من بعد 2003 اللي 16 مايو 2003 من بعد التيروريسم ولا لي زاك تيروريست اللي كانوا في مدينه الدار البيضاء. دونك مشينا في السياسه تاع مدينه بدون صفيح وتبنى عدد كبير من لهاد الساكنه. ولكن ملي كنجيو في 2016 حتى 2020 كنلقاو بان ما في بلاصه ما يتقلص هاد الساكنه تاع الاحياء الصعيف هو تضاعف 50%. كان كما قلت لك 300,000 ولينا في شي 450,000 ولا. وشنو السبب الذي ادى الى هاد المضاعفه ديال؟ هل الموضوع علاقه بالاحداث ديال الربيع ام بصعود الاصوليين الى الحكومه ام كيف تفسر يعني هاد التضاعف ديال الاحياء الصفيه؟ كنظن ان هاد الفرح اللي كان كل خطره كتسمعوا راه مدينه بدون صفيح. وملي كنجي نشوف شنو هما هاد المدن اللي بدون صفيح كتلقى اغلبيه الاحيان كتلقى مدينه صغيره، يمكن اصيله يمكن الصويره يمكن شفشاوان يمكن، وما كتلقاش مدن اللي كبيره اللي فيها بحال مدينه الدار البيضاء بحال الرباط بحال سلق بحال فاس بحال طنجه اللي فيها نسبه مئويه اللي كبيره تاع الناس اللي ساكنين في احياء الصفيح. فهادو ملي وصلوا لهم حصلوا فيهم بانما باش تبني مثلا اكثر من 100,000 اللي كانوا هنا في الدار البيضاء باش تبني ليها راه ماشي مساله اللي سهله. ولكن كاينه سياسه اللي فولونتاريست اراديه ولا هذا لازاله كل ماشي غير احياء صفيح ولكن كذلك الدواوير كذلك اللي كمشنا في حي السبع وكيتحيدوا في غالب احياء بالقوه وكيصيفطوهم الاماكن اللي خارج مدينه الدار البيضاء. وهذا عاوتاني اشكاليه اخرى في التمييز كما داك الشيء اللي دار نيت بالنسبه لسكان المدينه القديمه. هو ساكن في مدينه قديمه حدا بجانب اولا البحر بجانب الميناء اللي كتعرف كاين سان باسا دومبلوا يمكن يخدم عوض الله ومركز المدينه قريب لهم. كتصيفطهم المولاي رشيد كتصيفطهم الرحمه النسيم الرحمه الى غير ذلك كتبعدهم على الشغل تاعهم. مشكل كيطرح لهم مشكل نقص وكنعرفوا هاد الناس كلهم اللي تحولوا لا كاباسيتي سوسيال بانهم كينتميوا لطبقات اللي فقيره اللي هشه وفي اغلب الاحيان ما كتكونش عندها شغل قار الى غير ذلك. فهادو من المشاكل الكبيره. وملي كدير سياسه تاع مكافحه هذا احياء الصفيح راه بحال كتعيط عاوتاني على الناس. الناس كلهم كيبداو يخرجوا كل كتفتح شهيتهم ماشي كتحل هذيك الشهيه كدا اللي سمي يعني كتولي همزه همزه كتولي لا سبيكولاسيون دو بوفر حتى لو بوفر تا هو كيحاول يدبر على شقه ولا شقتين ولا ثلاثه وفي بلاصه ما تقضي على هاد. ولكن الى متى حنا نبقاو غادي مستمرين؟ لان ملي كنجي نشوفوا الفئه المنتجه في المغرب هي فئه قليله جدا يعني من الموظفين من صغار العاملين الى اخره الذين يتعرضون لواحد الضغط جبائي باش الدوله كتمول هذه البرامج وتمول هذا كذا الى اخره. يعني قد يفهم الامر ويكون يعني محتمل لو دام فتره زمنيه قصيره، ولكن باش اننا 20 عام والمغاربه دائما في هذا المشكل ديال سكن اصحاب الصفيح محاربه الهشاشه الى اخره وبفئه كبرى كما قلت يعني ماشي واحد فئه اجتماعيه صغيره فئه كبيره. يعني الى متى الخروج من هذا المسلسل ومن هذا؟ انا كما قلت لك بان ملي ما كتكونش الدوله متحكمه في المدينه غادي تبقى ديما بحال هكا تبقى غير السياسه العموميه هي مواكبه المشاكل. هي كيخرج لك دوار هنايا ولا كدير الروكازمو هنايا الدوله كتولي كدير غير المدرسه مستوصف المدرسه المستوصف يمكن السوق يمكن حتى النقل صعيب عليها. دونك ما حدك غادي وكتراكم المشاكل. انا كما قلت لك على احياء الصفيح بانما احياء الصفيح دار مجهود كبير وكنشوفوا في 2021 بانما تزاد بلاصه ما يتقلص كما قلت لك الساكنه تاع بيضاء كيتزاد. دونك هنا كان عندك مشكل اللي كبير اللي والمشكل كنظن الاول واللي بيناتو هاد السياسه الصحيه هاد الكوفيد هاد الكوفيد ولا لو كونفينمون بين بان ما راه كاينين حنا كنا عارفينه ولكن ما كانتش باين ما كانتش فيزيبل بان الناس تاع المدينه ولا المدن الكبرى ولا مدينه الدار البيضاء كاينين الناس كثار اللي كيشتغلوا في لو سيكتور انفورميل اللي في هذا قطاع غير رسمي كثير بزاف. حنا ما الفراشه هذا كيبيع الليمون هذا كيبيع النعناع هذا كيبيع هذا
اكثر اكثر مما كيتصوروا كما كيتصوروا على. وهاد الناس هادو كتلقاهم في غالب الاحيان ناحيه السكن ساكنين في سكن اللي هش ولا تماماً فعلاً. ولا سكن غير لائق اما تماما سكن غير لائق ولا عنده ولا ساكنين في غرفه ولا شيء ولا في غرفه الى غير ذلك. تصور لو كونفينمون كديروا في غرفه مع عائله. دونك طونكو لي طاي سوبي لي اوربانيزاسيون لا كونترول با. واخا عندنا ولكن واحد المفارقه استاذ اذا سمحتي لي يعني انه في الهندسه الحكوميه طوال الاستقلال يعني كان دائما الحكومه عندنا لا تستحضر المدينه كرهان وكهاجس، لكن الان يعني في الولايتين الحكوميتين الاخيرتين في الهندسه الحكوميه ولات عندنا وزاره المدينه، وزاره التعمير والاسكان وسياسه المدينه. يعني لحد الان عندنا دابا الان واحد الفتره زمنيه يعني كافيه باش نديروا تقييم الهندسه الحكوميه. يعني شنو القيمه المضافه اللي جابتها لنا في جيستومو تجفيف هذه المشاكل والحد منها؟ ام كانت فقط غير بومادا كيبيعوها للشعب باش جبتي مشكل اخر. والمشكل اللي مهم هو التقييم، بانما المغاربه الاكثريه ما كيديروش تقييم السياسات العموميه. وهذا التقييم ماشي الوزاره اللي خص تديرو ولا المنتخب اللي خص يدير، خص يدير الناس خارج الوزاره. كدير تقييم مثلا فيسون بيدونفيل السياسه اللي كبيره واللي خدات الفلوس الملايير تاع الفلوس، زعما مجهود كبير من ناحيه البيدجي والسياسه تبدلات، نديروا الخواص هما اللي يبني ونحاولوا نرخصوا لهذا السكن الاقتصادي حتى 12 مليون حتى 15 مليون الى غير ذلك. ومع ذلك المشكل باقي قائم. علاش؟ لان ما عرفتش شنو هما المشاكل. ملي كنديروا التقييم كنقولوا احنا خسرنا بزاف الفلوس، ولكن في بلاصه ما يتقلص كما قلت لك جوج خطرات عدد السكان كيتزاد. دونك كاين مشكل، واش هاد الناس اللي كنبنيو لهم كيبيعوا ولا كيبيعوا هذوك المساكن وكيمشيو عاوتاني للكاريان؟ واش هاد الناس كما طرا كما قلت لك كما طرا في اصيله كتبني لهم والناس ما كيبغيوش يمشيو لسبب ما، اما كيقول لك بعيده عن المدينه، اما كيقول لك الشقه صغيره وحنا جوج العائلات ولا حنا خمسه نفوس ولا 10 نفوس الى غير ذلك. دونك التقييم اللي كنديروا التقييم وكيدار كما قلت لك من خارج المؤسسه خارج الوزاره كتبدا تعرف شنو هما المشاكل، باش مره اخرى ملي كدير فيسون بيدومي كتحاول كتقد كتقول بان ما راه هذا الخطا حضر راسكم، راه ما خصناش نديروا هذه القضيه، واقيلا خصنا نعطيو الارض للناس بلاصه ما نعطيهم السكن ويبنوا لراسهم، وخص تكون عندنا اون باز دوزوني باش العائله اللي خدات ما يبقاش ياخذ اون دوزيام فوا، ولا خوه كيجيب خوه ولا كيجيب خالته يسكنوا معاه باش ياخذوا عاوتاني الى غير ذلك. هذا المشكل. وكنشكر بليتي بان ما كايناش اون ايفاليسيون، ما كاينش تقييم السياسات العموميه ماشي غير حول المدينه، السياسات العموميه الا بغيتي. وهذا جا في التقرير تاع الموديل ايكونوميك بان ما خصها الدار ريغوليغمون بصفه استمراريه خصها الدار تقييم لهذه السياسات العموميه، يعرفوا الناس فين غاديين والفلوس تاع المغاربه فين كيمشيو. غير في اطار هذا الشيء ديال التقييم، نحن الان يعني على مقربه من انتخابات البرلمانيه والترابيه، وعادة يعني في الدول المتمدنة ملي كتكون الانتخابات يعني على الأبواب يعني كتكون تعبئة في المجتمع من طرف الفاعل السياسي والحزبي لتعبئة المجتمع حول الظاهرة الحضارية. حنا عندنا يعني صمت القبور، يعني الانتخابات هي ما بقى لها والو، يعني واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا نقاش على المدينة ولا نقاش على المشاكل ديالها إلى آخره من طرف الفاعل الحزبي ومن طرف الفاعل السياسي. علاش؟ كيفاش كتفسر هاد يعني هذا الصمت هذا؟ صحيح، ما عمر ما كان نقاش حول المدينه رغم انها هي المنتجه للثروه، رغم انها هي المنتجه للضرائب، رغم انها هي المنتجه للديناميه والمشاكل الى اخره. صحيح، حضرت النقاشات على مستوى وزاره السكنه، ولكن كتبقى نقاشات بغيتي اكثر اكاديميه من النقاشات اللي كتحاول الا بغيتي تحسس المجتمع باسره. وحتى الطبيعه تاع المنتخب نتاعنا تا هما راه عندهم مسؤوليه كيتحملوها في هذا. لحقاش الا بغيتي دير نقاش حول المدينه خاصك تكون كتعرف المدينه تاعك، تعرف شنو هما المشاكل اللي فيها، وتعرف شنو هما المفاهيم اللي تستعمل، وخاصك حتى تكون عندك نظره، ماشي غير تقول لي انا ندير لكم الزبله، انا غادي نحيد لكم باردو، غادي نحيد لكم. هذا البروفيل اللي كاين الان، البروفيل ديال المنتخبين اللي كاين الان يعني غير جزء حتى هما جزء من المشكل. لذلك ارتأت الدوله باش دير هاد لي سوسيتي ديفلوبمون لوكال، شركات التنميه المحليه، لان كاين عندهم اوتور، كاين عندهم كفاءات، كاين عندهم بنفس المال العام
اللي كانت كيستعملوا المنتخب، وكنعطيهم لهاد الشركات لانجاز مشاريع. وكتشوفوا مشاريع كثيره اللي نزلت في الدار البيضاء، مترو، الانفاق، حسب ديك الخطره ما عرفتش اكثر من 15 نفق، وكاين جوج الانفاق في الطريق هذا، واحد حدا حاج عمر الريفي اللي غادي يزوز من تحت شارع محمد السادس ويمشي للنفق تاع دكار في كيشي بكولور، الموحدين راه مثالي كتسنى غير تدشي تاو. دونك كاين، وخصنا نعرفوا بان في هاد 20 ساعه، في هاد 20 سنه الاخيره هي فاش درت هاد، فاش تحركات الا بغيتي الاشكاليه تاع المدينه، بان راه كاين مشكل تاع النقل، خصنا نديروا الطرب، خصنا نخمو في الترامواي، خصنا نخمو في الطوبيسات. ولكن هذا اللي كيخمم، اللي كيخمم في هذه الحلول مثلا ديال الترامواي، ديال النفاق، ديال دوك لي ميغا بروجي في الدار البيضاء الى اخره، يعني كيفكر لراسو، واللي كيفكر بوحدو يشيط ليه. يعني في اوروبا ولا في امريكا النقاش كيكون جماعي باش الناس يتمثلون هذاك المشروع وتلقاو ذواتهم فيه. اما هذاك السيد اللي عندنا حنا في المغرب تيجي كياخذ القرار كيقول غندير نفق الموحدين ولا غادي ندير خط ديال الترامواي، ولكن شكون انت باش تاخذ قرار بان راه غندير الترامواي؟ صحيح، واش كاين انظمه في البلاد، واش كاين انظمه في المجتمع، وباي ثمن، وشكون غيخلصها، والمونتاج فينونسي الى اخره. النقاش كما قلت لك ما كانش، ولكن اللي كان الراي العام كان كيتسنى سيرتو الناس اللي كيستعملوا الطريق، من الشوفور تاع الطاكسي، الناس اللي كيمشيو للخدمه في الطوموبيل تاعهم، كيقول لك علاش ما داروش مترو تحت الارض ويخليو لنا الشريحنا باش ندوزو داك الشيء. دابا ضيقوا علينا وهذا، حقاش حتى واحد ما قال لهم بان ما راه صعيب دير واحد مترو تحت الارض، لان مكلف بزاف، لان التربه تاع الدار البيضاء راه كتحفر شويه كتلقى الماء ما مساعداش. ولي عند الان البارح كنت مع واحد السيد في الطاكسي قال لي عاوتاني، لا هادو كيضحكوا عنا وداك الشيء، شوف دابا الضيق وداك الشيء راه ما يمكنش، هما بغاو يحلوا الازمه وهما خلقوا لنا ازمه، لحقاش ما عندناش حنا منين ندوزوا لومبيلونس الا بغات هذا كتحصل الى غير ذلك. ف ما نكروش بان كاين مجهود كبير مثلا على مستوى المدن الكبيره، الى شتي طنجه، الى شتي اكادير، مراكش، الدار البيضاء حتى هي، الرباط، الى غير ذلك، على الاقل على مستوى الانفاق كاين انفاق اللي كثيره واللي كتسهل باش ما كان حركه المرور. ولكن هناك سؤال اخير اذا سمحت لي يا استاذ، يعني ملي كتجي تشوف ان التدخل العمومي في المجال الحضري تلقى واحد بحال شي تمييز، ونلقى دائما في هذا المصطلح ديال التمييز، يعني تمييز ما بين التراب الوطني، كنلقى المدن ديال الشمال هي الاكثر يعني اهتماما وعنايه، ومتبوعه بالمدن اللي كاينه في الواجهه الاطلسيه، في حين المدن اللي كاينه في الداخل واللي كاينه في الجنوب الشرقي يعني مهمله نهائيا، ما كتلقاش شي اكسيون في المستوى يناسب المشاكل ديالها والخصائص ديالها. يعني علاش الدوله حيدت هذه المدن ديال الداخل والمدن ديال الجنوب الشرقي من الرادار ديالها؟ هو في الحقيقه المشكل اللي كاين، خاصه كنهضر اكثر على المدن الكبيره، المشكل اللي كاين هذه المدن الصغيره راه ماشي غير مهمشين، اكثر مهمشين زعما من كل النواحي، لا خصوصا العمل والسكن، لحقاش جوج الحوايج الا بغيتي ادماج تاع الناس المجتمع وتحفظ الكرامه تاعهم، هي كتعطيه عمل وكتعطيه سكن. نعم. عاد باش من بعد كتجي المدرسه وكتجي التطبيب الى غير ذلك، لحقاش هاد جوج الحوايج اللي مهمين ما كتلقاوش مدن صغيره. انا باقي نعقل كنا في الصفروق، في واحد كان عندنا شي ندوه تما، الناس الشباب كيجيو كيطلبونا، الله يخليك بداو تجيبوا لنا السواح وداك الشيء، بداو لنا راه الحركه راه عيانه. مدينه صفر مثلا اش فيها؟ فين غادي يخدموا الناس؟ الا حيدتي الاداره وحيدتي الجماعه وحيدتي وكاين السياحه الجبليه وحيدتي سميتو فهمتي، كاين النشاط الغابوي، تحيد الموظف نتاع الدوله، الناس راه ما عندهم. ولكن كاين مدن من هذا الحجم ديال صفر كاين في دول اخرى اللي كتلقى عندها وظيفه. وظيفه جسم كنقولوا يعني السياحه الجبليه كما قلت قبيله، نقولوا مثلا هذه المدينه غادي نديروا فيها مثلا ميناء ولا مثلا ايروبور، وهذا الايروبور غادي نديروا لي زوتيل، غادي نديروا في غادي يسكنوا الناس اللي خدامين في الايروبور هذا، وهذا الشيء كله عندك اللي مهمه في الادماج هي العمل. الناس خصو يعني ما خدمتيش راه ماشي بنادم، عندك لا كرامه لا والو، خصك تدخل وخصك تكون ساكن غولاتيمون مزيان، تكون ساكن ماشي. دونك هادو هما المشاكل الكبيره اللي كاينه بيننا، لحقاش هاد المدن تنمو كما قلت لك بطريقه الا بغيتي تلقائيه، لان كاين واحد
شي شارع، كاين الطريق كدوز وكيدوزوا الكيران وهذا، وباب شويه كتكون مشويه، كيكونوا واحد مسطي دايز وكيكونوا كلاب، وواحد الوقيته كتلقى فيلاج، ومن بعد كتولي. دونك اذا ما قلتيش من الاول بان ما هذه كما قلتي راه كاينه في الجبل، خصنا ننميو السياحه، اش خصنا نديرو؟ غير لي زوتيل لي زوباج نعرفوا بالمنطقه، نسهلوا الترونسبور، نديروا دي بروموسيون الى غير ذلك، حتى كتولي واحد المنطقه معروفه بانما اللي بغى اللي بغى يدير السياحه يمشي مثلا لافران، افران فيها مناظر جميله وفيها هذا الى غير ذلك. دونك هذه القضيه تاع كل مدينه صغيره ولا مدينه كتكون عندها وظيفه، اما معمل تاع الجاج، معمل تاع كما دار في السطات مثلا، يديروا معامل تاع الى غير ذلك. فهذه القضيه ما كايناش في المدن المغربيه، وهذه المدن المغربيه الصغيره والمتوسطه، وهذه القضيه هي اللي كتخلي المدن الكبرى غادا وكتزاد، ان الناس ما بقاوش كيهربوا فقط من المناطق القرويه كيمشيو حتى من المدن الصغيره اللي كتكون حتى هي ترومبلا باش يدوزوا للمدينه المتوسطه او المدينه كبيره. مشاهدي انفاس تي في، نتمنى هذه الحلقه مع الاستاذ عبد الرحمن رشيق تكون قدمت بعض الاجابات على بعض البياضات التي كانت تحوم حول الظاهره الحضاريه، والامل في ان تجمعنا لقاءات اخرى مع باحثين ومختصين في الظاهره الحضاريه لمواكبه يعني هذا الاستعداد ديال المغرب للانتخابات القادمه في الخريف القادم ان شاء الله.